لازم طيب نعمل عليها هستأذن بالليل. حضرتك، ده كلام اتفضل. ممتاز جدا، هستسمح حضرتك بقى، هتعيد الكلام ده تاني بالراحة بخطوات أكثر وضوحا، علشان في ناس كتير معلش هيكون الفكرة نفسها ممكن تكون الفكرة جديدة عليهم، فيا ريت حضرتك توضحيها تاني في صورة بوينتس كده أكثر وضوحا. اتفضلي يا فندم. اوكي، احنا دلوقتي بيبقى مثلا في عندنا حاجه اسمها تارجت، التوتال تارجت بتاعت مثلا الفندق او الشركه وات ايفر اللي بنشتغل فيها. عشان نوصل للتارجت دي كاورجانيزيشن كلها انها توصل تعدي يبقى التارجت، فلازم خلينا الموظفين هما نتكلم بالعربي استاذه دينا، معلش بعد اذن حضرتك خلي اوكي كلامنا مع بعض اوكي كله بالعربي. يبقى انت عندك في الاول في اوكي توتال تارجت، اوكي اها ابتدي اشرحي لهم يعني واحده، في انا عايزك انت كان انت المحاضر فاشرحي لهم بقى واحده واحده براحتك. طيب اوكي توتال تارجت دي اللي هي مثلا انا حطيت مثلا تارجت للشركه دي السنه دي لازم تحقق ربح مليون جنيه مثلا، ده يعني التارجت العام انا او ده هقسم الهدف العام بتاع الشركه؟ ده اه الهدف العام بتاع الشركه ان المفروض الموظفين كلهم يشتغلوا عليه. فانا دلوقتي هبدا برافو، اقسم التارجت التوتال الكبيره دي اللي هي بتاعت الشركه كلها على الشهور، لان انا مش هاجي اقول لهم في اخر شهر مثلا ما لسه حققتش تارجت، فلازم ابقى مقسمه نفسي من الاول. تمام فانا هقسمها على الشهور بتاعت السنه مثلا على حسب سيزونز. مثلا احنا كفندق بنشتغل كسيزونز، في ساعات بيبقى في فترات بيبقى فيها شغل عالي، ساعات بيبقى فيها شغل واقع. فبقسم مثلا التارجت العاليه في السيزون العاليه بحيث ان هم يقدروا يجيبوا شغل كويس فيها ويقدروا يحققوا التارجت بتاعتهم كل واحد في في القسم يعني. يعني اذا انتوا بتحددوا لكل موظف مطلوب منه ايه؟ طبعا بنحدد لكل موظف جزء معين هو بيعمله علشان نوصل للتارجت الكلية اللي احنا حطيناها للشركة. حضراتكم واخدين بالكم معايا من الخطوات اللي بيمشوا بيها عاملة ازاي؟ يعني ده في غاية الأهمية. كملي يا أستاذة دي. على فكرة ده حقيقي بيتنفذ لأن مش نكتة ولا حاجة. اه طبعا طبعا طيب يا المهم لا يا فندم، لا يا فندم، انا بس انا عاوز اقول لحضرتك ايه، معلش اسمحي لي، ان اتفضل. الشركات مش زي بعضها، واخده بال حضرتك؟ ايوه بالظبط اهو. فاحنا بنبص بنشوف طب ايه الايجابيات اللي موجوده في شركات متميزه وايه السلبيات اللي موجوده في بالظبط شركات اخرى، واخده بال حضرتك؟ عشان نحاول نصلح من هذه السلبيات. فعلشان كده انا بقول بالظبط. لحضرتك على فكرة ان انا احنا بنمشي واحده واحده. اتفضل اتفضلي يا فندم. اتفضل. لا لا اتفضل اتفضلي مع حضرتك اقطع كلام كملي. حضرتك. اتفضل. لا لا خالص طيب انا كملي يا اوريدي فندم. كنت طيب لان انا اصلا كنت بشتغل في شركه قبل كده ما كانش فيها النظام ده بصراحه. بس لما انت بتروح ايوه تشتغل في مكان معين بيبقى فيه الاسلوب نفسه بيحفزك انت كشخص كبتشتغل بان انت عايز تظهر احسن ما عندك، فعلا ده بيختلف تماما من الموظف نفسه. يعني انا نفس البنت اللي كنت بشتغل هنا هو اللي بشتغل هناك، بس لما تيجي تشوف طريقه شغلي هنا وطريقه شغلي هناك هتلاقيها مختلفه تماما عشان الاسلوب والجو اللي انا عايشه فيه. برافو عليكي، برافو عليكي، كملي يا فندم. فده حاجة كويسة جدا. طيب المهم بنقسم دلوقتي التارجت بتاعتنا على شهور السنة كلها، خلاص يبقى وبنخلي احنا مثلا اتفقنا ان طبعا دي في بتبقى هدف عام، في هدف عام اها وبنقسمه وبنعرف كل بالظبط موظف انت مطلوب منك ايه. بالظبط. طبعا في موظفين اللي بيشيلوا الشغل اكتر حاجة اللي هم بيطلعوا بره بيتعاملوا مع الشركات وبيجيبوا الشغل، فده الانسنتيف بتاعتهم بتبقى اعلى من الناس التانية اللي بتعمل سبورت طبعا بس من ورا الستارة زي ما بيقولوا. تمام بس اهم حاجه في الاخر ان بيكون الكل حاسس ان هو هيتعب وهيلاقي يعني في المقابل ده ان في حاجه هترجع عليه، سواء حتى كفي السي في بتاعه هتبقى حاجه معنويه مثلا، في حاجات تقييم، في شهادات تكريم، في حاجات ماديه، وات ايفر الاسلوب اللي انت هتقيم بيه الموظف او هتجازيه بيه هيكون ايه. ثواني ثواني، يعني مش بس هيبقى في مكافآت مالية، ده انتوا كمان لا بتدوا في شهادات مكافآت ماليه تقدير. بالظبط بالظبط، انا عايز اوضح في للناس شهادات النقطة تقدير دي. ايوه بالظبط، لان انت مش هينفع طبعا تدي لكل الموظفين اللي عندك حوافز مادية، لان كده طبعا الربح اللي انت هتجيبه هيتوزع كله على الموظفين. تمام، فهي بتبقى يعني انتوا متقسمة كمان ممكن اتفضل. لا لا كملي، انا مع حضرتك انا بتابع معاكي، بس اتفضلي. فهي بتبقى متقسمة مثلا ممكن في موظفين معينين بياخدوا طبعا على حسب مجهود كل واحد، يعني في ناس شغلها بيبقى اكتر هم اللي بيحققوا الفلوس او الربح للمنظمة، فدول بياخدوا ربح مادي او حافز مادي. في ناس طبعا اللي هم بيشتغلوا مثلا شغل
ادمنستريشن او اداري جوه المنظمه نفسها، طبعا بيتعبوا او كل حاجه وتعبهم محفوظ، بس مش زي التانيين. فدول ممكن يتكرموا بشهادات مثلا، او يطلعوا مثلا الموظف المثالي في الشهر او واتيفر، ممكن ياخد حافز مادي بس اللي هو قليل مش كتير قوي. تمام تمام يا فندم، فهو انا النظام شاكر نفسه جدا كسيستم. لحضرتك. اه ميرسي يا تمام، دكتور. كملي طيب انا بس عندي اتفضلي يا فندم سؤال. كملي. اه اتفضلي يا طيب فندم. دكتور، انا بس كنت حابه، انا اصلا موارد بشريه بس كنت حابه اكمل ماستر بتاعي، وسمعت عن حاجه جديده اسمها اوراكل اتش ار ام، اللي هي اوراكل هيومن ريسورس مانجمنت، بس انا مش عارفه طب اكمل في ايه بالظبط، استسمح يعني انا عايزه حضرتك حضرتك تفيدني. طيب طب استسمح حضرتك يا بس ريت بس. نخليها بعد موضوع المحاضره عشان خاطر ما نشغلش طيب ناس يا عن ريت. هذا الموضوع. حاضر يا فندم، حاضر، طيب متشكر اوكي، جدا ميرسي لحضرتك يا يا دكتور، فندم، شكرا، العافيه يا فندم، مع ميرسي، السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب نشكر الأستاذة دينا على هذه المداخلة. طيب احنا عايزين بقى نعرف يا جماعة ايه هي طريقة الإدارة بالأهداف والنتائج كإحدى الطرق الحديثة لتقييم الأداء. الحقيقة بيركز هذا المدخل في تقييم الأداء على الأهداف المطلوب تحقيقها من الموظف، ودي بتقوم بخطوات زي ايه؟ اولا كل موظف المفروض ان هو يطلع على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته عشان يتعرف على المسؤوليات المطلوبة منه. تمام؟ يعني كل موظف المفروض ان هو بيطلع على بطاقة الوصف الوظيفي وبيبقى عارف ايه المسؤوليات المطلوبة من هذه الوظيفة. اتنين بالظبط كده زي ما حضراتكم بتقول. اتنين، بيقوم المدير او المشرف بتوضيح ايه هي الاهداف المستقبلية المطلوبة، ويحط ويكون ويوضح له خطة الاعمال المطلوبة من كل موظف. يبقى كل موظف عارف ان في خطة عمل، هو دوره فيها ايه في هذه الخطة عشان يوصل ان هم يحققوا الاهداف بتاعت الشركة. تمام؟ يبقى أول حاجة إن الموظف كل عامل وكل موظف بيعلم تماما بطاقة الوصف الوظيفي إيه المسؤوليات المطلوبة منه المفروض إن هو يعملها. اتنين، إن كل مدير يوضح إيه هي الأهداف المستقبلية المطلوبة وخطة العمل المطلوبة وإيه اللي مطلوب من كل موظف زي ما الأستاذة دينا قالت لنا بالظبط. تالت حاجة، يبتدي كل مدير او كل مشرف انه يقيم اداء الموظف بناء على ما تم تحقيقه من الاهداف المخطط لها مسبقا. فكده هيبقى نوع فيه عدالة، هتبقى عملية تقييم فيها عدالة. نيجي بقى لنقطة اخيرة في موضوع تقييم الاداء. احنا اتكلمنا عن المفهوم والاهمية، اتكلمنا عن مشكلات تقييم الاداء، طرق التقييم التقليدية وطرق التقييم الحديثة. في حاجة اسمها مقابلة تحليل الاداء. حد من حضراتكم عنده في شركته بيعملوا هذه الخطوة اللي هي مقابلة تحليل الاداء؟ يا ريت تقولوا لي بس اذا كان اه او لا. اه هي زي فكرة انترفيو، بس انترفيو عشان تحليل الاداء، اجتماع لمناقشة الاداء والاسباب. لا تمام، مظبوط يا استاذ رباب، تمام. طيب حضرتك تحبي تعملي مداخلة او حد يحب يعمل مداخلة برضو يتكلم عن مقابلة تحليل الاداء؟ انا شايف في ناس بتقول احنا ما عندناش في الشركة
هذا الموضوع، وفي ناس بتقول اه فعلا بيعملوا مقابلة تحليل الأداء. طيب الأستاذ محمد، حضرتك تحب تعمل مشاركة صوتية يا فندم؟ طيب حاضر يا فندم. أستاذ محمد، اتفضل يا فندم الميكروفون مع حضرتك، ويا ريت تشرح لهم ايه فكرة مقابلة تحليل الأداء. طيب السلام عليكم، في صوتك اسمحوا لي لأنه أنا أول مرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي شكرا كثير. أول شيء بعرف عن نفسي، محمد فلسطيني من قطاع غزة. صراحة أنا أول مرة بشترك في هذا الموقع وأول مرة بدخل فيه كتروس، صراحة أنا يعني مستمتع جدا ودخلتي اهلا وسهلا بحضرتك يا الله فندم. يخليك، أهلا بك. مداخلتي بشكل سريع حتى ما أطيل عليكم. مقابلة تحليل الأداء، الاسم أنا بصراحة استغربت منه، ولكن الأهلية مؤسسات المجتمع المدني. صراحة الاسم أنا يعني استغربت منه، لكن احنا بالعادة في شغلنا نعمل تقييم مرحلي، ويكون هذا التقييم عبارة عن تقييم إما جماعي أو فردي. إذا كان جماعي بنعمل ميتينج يعني، وبنصير نحكي عن سير العمل خلال الفترة الماضية، مثلا شهر أو شهرين أو أسبوع. الصوت بقطع، آمل إنه يكون منيح الصوت، تعرف إنه الإنترنت عندنا لا مش كثير اتفضل يا حلو. فندم، الصوت كويس، انا سامع حضرتك اكيد. أما اتفضل يا فندم، الصوت كويس، انا سامع حضرتك اكيد. طيب ممتع. الآن أنا بحكي لك بشكل فردي، لما نعمل المقابلة هذه بشكل فردي بيكون صراحة تأثيرها أقل من إنه تكون الو، الصوت قطع عند حضرتك يا فندم. لا استاذ محمد معلش، الصوت بيقطع عند حضرتك. استاذ محمد حضرتك سامعني؟ هو واضح بس ان في مشكلة في الصوت، حضرتك سامعني؟ يكون بشكل جماعي. ليش؟ خلال طب هل حضراتكم سامعين صوت الأستاذ محمد؟ لأن أنا سامع صوت بيقطع خالص، حضراتكم سامعينه يا فندم؟ المناقشة العلنية والجماعية بصير توالي الأفكار، وبصير أفكار جديدة تطرح. انا شايف الصوت بيقطع كتير، بيروح ويجي كتير. سامع. طيب استاذ محمد حضرتك ممكن تكتب لنا باختصار كتابة، لو في مشكلة في الصوت ممكن حضرتك تكتبها لنا بعد اذنك؟ طيب حضرتك كده الصوت واضح يا أستاذ محمد؟
ايوه طب حضرتك ممكن تحكي لنا، يا ريت اتفضل يا فندم. طب حضرتك ممكن تحكي لنا، يا ريت اتفضل يا فندم. طب هيك في صوت، هيك رجع الصوت، اه يا فندم، هيك في صوت يا اه يا اخوان. فندم، اوكي، معلش انا اسف، اسف جدا لانه انا اول مرة بدخل هون، واسف لانه ضعف الانترنت من المصدر يعني، وانا اسف كثير. بسرعة حتى ما أطيل عليكم، مشاركتي كانت إنه بحكي إنه إحنا الصوت واصل، أوكي. مشاركتي كانت تحكي إنه إحنا حاليا، أنا بعمل في قطاع المؤسسات الأهلية، وخلال عملنا بنعمل مقابلات اللي هي تحديد الأداء وإلى أي مدى يبيق أهداف المؤسسة. إحنا بصراحة بهذا الصوت قطع تاني. طب معلش، انا بعتذر لحضرتك جدا يا فندم، يعني، وانا كان بس أنا يشرفني انك استغربت تكمل معانا. مكمل حضرتك طرحته. معلش انا اسف ان هو الصوت عمال يقطع فعلا أنا كتير. ما كنت أعرف إنه اسمها زي ما حضرتك غاب عني، أنا بدي قطع. طب معلش انا بعتذر جدا، رفني انك تكمل. ما اسف ان هو الصوت عمال يقطع. طيب انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد، ويعني معلش انا فعلا بعتذر، لان هو الصوت عمال يقطع كتير الحقيقة. طيب حد من حضراتكم يحب يعمل مداخلة تانية يا فندم؟ حد من حضراتكم يحب يعمل مداخلة؟ ها قبل ما ابتدي، حد يحب يعمل مداخلة يحكي لنا عن مقابلة تحليل الأداء؟ ما أنا حاضر كده كده هشرح بإذن الله. حاضر أستاذة رباب. طيب اتفضلي يا فندم. حاضر أستاذة رباب، حاضر. اتفضلي يا فندم، الميكروفون مع حضرتك. اتفضلي يا فندم، الميكروفون مع حضرتك. أستاذ رباب حضرتك سامعاني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. تمام. أنا كنت احنا عندنا بنعمل اجتماع كده بعد كل فتره من الشغل بتاعنا، يعني احنا بنحط طب الاول هستسمح حضرتك بس يا ريت تعلي الصوت. طب هستسمح حضرتك بس يا ريت تعلي الصوت. تمام كده، كده كويس يا فندم. لا يا ريت اعلى من كده بعد اذنك. لا يا ريت اعلى من كده بعد اذنك. تمام. هو والله انا كده صوتي عالي جدا. طيب كده طب افضل. اتفضل يا فندم. طب اتفضل يا فندم. تمام. احنا عندنا بنحدد للموظفين بتوعنا مجموعة من الأهداف، فبنتفق معاهم عليها ان احنا هنحددها مثلا في فترة زمنية معينة، وبعد كده بنيجي نعمل حاجة اسمها تقييم أداء، بنجتمع احنا وفريق العمل بتاعنا، وبنحاول نشوف ايه هي المستهدفات اللي احنا قدرنا فعلا نحققها، وايه هي المستهدفات اللي احنا قدرنا ما يعني اللي احنا ما قدرناش نحققها، ونشوف اللي احنا حققناها مدى جودتها، واللي احنا ما حققناهاش ليه، ونبتدي احنا نقول الحاجات اللي احنا كإدارة شايفينها، والحاجات اللي احنا يعني الأخطاء اللي وقع فيها مثلا فريق العمل أو حاجة من الناحية الإدارية، وكمان بنسمع الموظفين نفسهم، يعني كل حد مثلا بيقول احنا معلش يا أستاذة رباب بعد إذن معلش يا حضرتك، أستاذة رباب بعد إذن حضرتك، تمام. الناس بتشتكي من الصوت. الناس بتشتكي من الصوت. والله أنا كده معليه على الآخر، أنا مش عارفة ممكن معلش حاولي تعليه أكتر على قد ما معلش تقدري. حاولي تعليه أكتر على قد ما تقدري. طيب أوكي. زي ما قلت لحضرتك احنا المفروض بنقيمهم، احنا كإدارة بنقول ايه هي الأخطاء اللي هم وقعوا فيها، والله يا جماعة المايك قريب جدا جدا.
والحاجه الثانيه ان احنا هم بيقولوا بقى ايه هي المشاكل اللي واجهتهم في العمل بتاعهم، وبعد ما بنخلص كده بنبتدي كمان نقول لهم طيب احنا واجهتنا مشاكل 1 2 3، تعتقدوا ايه هي مقترحاتكم ان احنا او ايه الحاجات اللي انتوا شايفين ان احنا لو غيرناها هنقدر نغير من الاداء بتاعنا ونوصل بعد كده ان احنا المره الجايه نحقق مستهدفاتنا كامله وبجوده كمان اعلى من اللي احنا فيها. وبتكون طبعا الاجتماع ده بتتعمل فيه ممكن يتعمل على مرحلتين، المرحله الاولانيه بتكون تقييم، والمرحله الثانيه بنسيب لهم فرصه يعملوا عقد ذهني عشان يقولوا لنا ايه هي الحاجات اللي هم شايفينها ممكن تحسن من اداء الشركه بتاعتنا او من ادائهم هم شخصيا. طبعا بخلاف ان احنا جميل، يعني انتوا بتسمعوا منهم ازاي، يعني انتوا حضرتك ازاي حسنوا الاداء، ازاي حسنوا الاداء بالظبط. احنا بنحاول نخليهم هم اللي يقولوا لنا ازاي نحسنوا الاداء. لو حاجه من عندهم، يعني لو حد مثلا قال لي انا محتاج ان انا عندي مثلا قصور في ناحيه معينه فانا محتاج اخد دوره فيها، بحاول ان انا اشاركه مثلا اديها له مثلا واتحمل جزء منها. او ان هو يقول لي مثلا ان الاداء بتاعي كان وحش عشان انتوا مثلا كاداره كان ليكوا رد فعل معين او تصرف معين فده اثر على ادائي، فابتدي اشوف انا ازاي ممكن احسن الجزء دوت بحيث ان انا اساعده ان انا ارفع له ادائي. هايل يا فندم، انا شاكر افضل حضرتك جدا، انا اشكرك لهذه المداخله يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب تعالوا نتكلم مع بعض عن موضوع مقابله تحليل الاداء، ودي اخر خطوه في عمليه تقييم الاداء. مقابلة تحليل الأداء يا جماعة زي ما تفضل الأستاذ محمد في المداخلة بتاعته، وزي ما الأستاذ رباب برضو في المداخلة بتاعتها، جزيل الشكر لهم. الفكرة ببساطة شديدة جدا، تعالوا نتكلم ايه هي. هي اشتراك الفرد في معرفة وتحليل أدائه، اشتراك الفرد أو الموظف في معرفة وتحليل أدائه. ليه؟ عشان يعرف إيه هي نقاط الضعف ومحاولة علاجها وتفاديها مستقبلا. تمام؟ يبقى مقابلة تحليل أداء بتعني اشتراك الفرد في معرفة وتحليل الأداء بتاعه للوقوف على نقاط الضعف ومحاولة علاجها أو تفاديها مستقبلا. طب إيه خطواتها؟ الخطوات بتاعتها لهذه المقابلة، مقابلة تحليل أداء، في حاجة اسمها التمهيد للمقابلة. يعني بيفضل ان تبتدي المقابلة بالحديث في موضوعات عامة بغرض ايجاد مناخ من الود. بعد كده ابتدي اظهر للفرد ايه اوجه القوة اللي كانت عنده في تقييم الأداء. احنا خلاص حطينا تقييم الاداء، فانا باجي اقول له انت ايه اوجه القوه اللي كانت عندك في تقييم الاداء، فبالتالي بدي له نوع من التشجيع للعمل اللي هو قام بيه. وبعد كده ابتدي اعرض اوجه الضعف اللي موجوده عنده في الاداء بتاعه دون تجريح له، حتى لا يصاب باحباط في المقابله. خلوا بال حضراتكم، يبقى الخطوات بتاعت مقابله تحليل الاداء، اولا في مقابله اللي هو التمهيد للمقابله، ان وانا ببتدي الحديث بتاعي اكلمه الاول في موضوعات عامه عشان يبقى فيه نوع من المناخ من الود. تمام؟ بعد كده اذكر للفرد ايه عناصر القوه اللي كانت موجوده عندك في تقييم الاداء، ثم ياتي بعد ذلك اعرض له اوجه الضعف، ايه اللي كانت موجوده دون تجريح له حتى لا يصاب باحباط في المقابله. تاني حاجه، سماع وجهة نظر كل فرد، وبيتوقف مجرى المقابلة على آراء وجهات نظر الفرد في أوجه الضعف. يعني إذا الموظف أبدى موافقته إن فعلا في أوجه ضعف، فكده هو بيعترف فعلا هو في عنده أوجه قصور، فلازم احترمها، لازم احترم رأيه. واذا لم يوافق وقدم اسباب، قد تكون اسباب اجتماعية او اعذار معينة، فتعتبر دي اعتراف ضمني
على ان في مشكلة او في ممكن يكون هو مر بظروف اجتماعية معينة، ظروف صحية مثلا معينة، مشاكل عنده في البيت، وعاوز يقولها بطريقة مهذبة ان هو بيعتذر على ان الاداء بتاعه كان ضعيف. لازم المدير او المشرف يتقبل ده باحترام ويحترم ان هو اعترف بشكل مهذب او قال بشكل مهذب ان ايوه فعلا انا كان في اسباب لضعف الاداء. تمام كده؟ نيجي لطريقة العلاج. نعمل ايه؟ يعني بحث امكانيات الحل المناسب. يجب على المدير ان يدعو الموظف انه يقدم مقترحاته للحل، زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم في المشاركة بتاعتكم ان الموظفين او الافراد العاملين يقدموا هم مقترحات للحل، ودي هتكون افضل الطرق. لما هو نفسه يطرح لك حلول فدي هتوفر عليك كتير قوي، لان الفرد لما بيقدم مقترحات علاج واضحة على المدير او المشرف ان يتقبلها، لان الحل اللي بيطلع من الفرد نفسه هو اكتر الحلول فرصة للتطبيق، لان هو ادرى بظروف عمله وبظروفه الشخصية. تمام؟ لكن اذا ما كانش الشخص عنده حلول منطقية، فعلى المدير ان يعرض عليه عدة مقترحات ويتركه يختار من بينها. شفتوا قد ايه يجب احترام العنصر البشري؟ شوفوا قد ايه تقييم الاداء بيمر بمراحل في غاية الاهمية. شفتوا قد ايه لما بيكون في ضعف في التقييم بيأثر قد ايه على الشركة وعلى الفرد. دي الفلسفة بتاع تقييم الاداء. ننتقل الى وسائل علاج مشاكل ضعف الاداء. اتضح لنا ان مثلا في ضعف في الاداء، نعالجها ازاي؟ نعالجها بالتدريب. ما هو التدريب عشان يرفع من مستوى الاداء. نعالجها بالارشاد والتوجيه. بالارشاد والتوجيه. في شركات كتيرة بتقول ان على الموظف ان يترك مشاكله الشخصية في المنزل، بس اتضح ان هذه الفكرة صعب تحقيقها، لان المشكلات الشخصية بتؤثر على الفرد في العمل، وبتؤثر على مستوى ادائه الوظيفي، وبتؤدي الى كثرة الغياب، وتؤدي الى التأخير في العمل، وتؤدي الى علاقات اجتماعية سيئة في العمل. علشان كده يجب على كل مدير انه يقدم يد العون لكل الموظفين اللي عنده ومحاولة مساعدتهم، ولما يلاقي حد عنده مشكلة ويقدر انه يساعده فيها يحاول يقف جنبه ويحاول ان هو يساعده. اخر مرحلة خالص عشان اتغلب على مشاكل ضعف الاداء هي الاجراءات التأديبية. والاجراءات التأديبية برضو بتيجي تدريجي. يعني ايه؟ يعني ابتدي بانذار شفوي، ثم انذار كتابي، ثم الوضع تحت الاختبار لفترة، يليها بعد كده الايقاف المؤقت لفترة بسيطة. والايقاف المؤقت ده له فلسفة، اللي هي ايه؟ الايقاف المؤقت عن العمل بيدل على ان في خطورة في الموقف، وفي مخالفة للقواعد ولوائح العمل. فالفترة اللي بيتوقف فيها العامل عن العمل بتتيح له فرصة اما انه يفكر في الالتزام بعمله، او انه يستغل فترة الايقاف ان هو يدور على وظيفة اخرى.
ثم تأتي مرحلة تانية. شوفوا المفروض التدرج يجي ازاي. يجي مرحلة اللي هي القبل الأخيرة، ألا وهي التخفيض الوظيفي. ده إذا لم يتمكن الموظف من أداء مهامه بصورة مرضية. وآخر حاجة خالص هي إنهاء الخدمة. فدي فيها نوع هذه الخطوات التي تبدأ إن أنا لما أجي أعالج مشاكل ضعف الأداء، لما تلاقي عندك في ضعف أداء في الموظفين اللي في شركتك، تبدأ بالتدريب. تبدأ بالتدريب، لأن التدريب هيؤهله ان هو ازاي ان هو يحسن من ادائه. تبدأ بالارشاد والتوجيه، اشوف ايه مشاكله واحاول ان انا اساعده. واخر مرحلة تكون الاجراءات التأديبية. وحتى الاجراءات التأديبية لها العديد من المراحل: انذار شفوي، انذار كتابي، وضع تحت الاختبار، ايقاف مؤقت، تخفيض وظيفي، واخر حاجة ان تلجأ لها اي شركة وهي انهاء الخدمة. وده احتراما لأدمية كل فرد في المنظمة، لأن هو بيمثل فكر في المنظمة ويمثل إضافة لكل منظمة ولكل شركة. تعالوا نتكلم عن موضوع التدريب. منظومة التدريب يا جماعة ليها مجموعة من العمليات. خلوا بالكم دلوقتي حضراتكم، في ناس كتيرة بتنظر للتدريب من عدة اتجاهات مختلفة. يا ترى انت في انا هسأل حضراتكم سؤال عاوز منكم اجابة. يا ترى في شركتك بتاخد تدريب انت شايف ان هو ده كافي عشان تحسين ادائك في العمل، اه ولا لا؟ في ناس بتقول لا ان هي ما بتاخدش التدريب الكافي، وفي ناس تقول ايوه ان هي بتاخد تدريب كفاية. طيب كده واضح ان في اجزاء فيها سلبيات وفي شركات فيها ايجابيات بالنسبة لموضوع التدريب. تعالوا نشوف هذه المنظومة من التدريب تمشي ازاي. حضرتك عاوز تعمل عندك منظومة مرتبة للتدريب في الشركة. طيب اشكركم على كل الاراء اللي حضراتكم كتبتوها. تعالوا نكمل مع بعض. اول حاجة يا جماعة في منظومة التدريب هي تحديد الاحتياجات التدريبية. تحديد الاحتياجات التدريبية ازاي؟ على مستوى المنشأة ككل، على مستوى المنشأة ككل، من خلال إلقاء الضوء على الأماكن اللي في أشد الحاجة للتدريب في المنظمة، وعلى مستوى كل وظيفة، من خلال إن احنا بنحدد احتياجات كل وظيفة من مهارات ومعارف، وعلى مستوى الفرد. تخيلوا حضراتكم عشان أحدد احتياجات التدريبية للشركة لازم يكون على مستوى المنشأة ككل، وعلى مستوى الوظيفة، وعلى مستوى الفرد. طب اعرف منين احدد احتياجاتي التدريبية؟ يعني انت النهاردة مسؤول عن التدريب. احنا بكل ده بنتكلم عن الوظائف والانشطة اللي بتقوم بها ادارة الموارد البشرية. خلوا بال حضراتكم، يعني التدريب ده جزء من الانشطة والوظائف المختصة بها ادارة الموارد البشرية.
طب ازاي احدد احتياجات التدريب؟ طيب من عدة نواحي، منين اعرف احتياجاتي التدريبية؟ التعرف على بيانات الناس المعينين الجدد، الناس اللي اتعينوا جداد، اللي جاي جديد ده ما هو محتاج تدريب وتأهيل، يبقى من خلال التعرف على بيانات عن المعينين الجدد. من خلال التعرف على نواحي القصور في الأداء، تقييم الأداء اللي كان اللي تم، ايه اوجه القصور؟ ما هي اوجه القصور دي محتاجة تدريب. كده اتنين. تلاتة، الوظائف الجديدة المستحدثة في الشركة. النهاردة الشركة كان فيها تسويق، دخلت حاجة جديدة اسمها تسويق الكتروني. طب الناس اللي هتشتغل في التسويق الالكتروني محتاجين تدريب، يبقى لازم احطها من ضمن احتياجات التدريب. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى منين اعرف احدد احتياجاتي التدريبية؟ منين اقدر اعرف احدد احتياجاتي التدريبية؟ من البيانات الخاصة بالمعينين الجدد. اتنين، من القصور اللي بيوضع في الاداء، تقييم الاداء في نواحي القصور. نواحي القصور دي ايه؟ القصور ده محتاج تدريب عشان يتحسن. من الوظائف الجديدة المستحدثة في الشركة. من اساليب العمل المستحدثة. من خلال اقدر احدد برضو احتياجاتي التدريبية من خلال الاهداف التنظيمية المطلوب العمل بها في المستقبل. يعني الشركة حاطة اهداف معينة، فالاهداف دي هتوضح لي احنا محتاجين تدريب في ايه عشان اقدر احقق الاهداف ديت. طب احدد احتياجاتي التدريبية منين تاني؟ من اراء الرؤساء المباشرين، المدير المباشر، لان هو ادرى اكتر في الموظفين اللي عنده محتاجين ايه. ومن خلال المسؤوليات الوظيفية المذكورة في بطاقات الوصف الوظيفي. في بطاقات الوصف الوظيفي في المسؤوليات لكل وظيفة، من هنا اقدر احط لهم احتياجاتي التدريبية ايه. تمام كده؟ اجي بعد كده اعمل تصميم للبرامج التدريبية. اقول بقى دلوقتي انا خلاص ببتدي ان انا احدد احتياجاتي التدريبية، بحدد ايه الاهداف بتاعة البرامج التدريبية، ايه انسب اماكن اللي هتنفذ هذه البرامج، سواء كان عندي برامج بقى تدريب اشرافي، تدريب اداري، تدريب قيادي، ايا يكون. واعمل حصر بالامكانيات التدريبية، يعني البحث عن افضل المصادر سواء كان داخلية او خارجية اللي هتحقق لي هذه البرامج. مين المدربين؟ مين مراكز التدريب؟ هل المعدات تصلح للتدريب ولا لا؟ الالات اللي هنحتاجها في التدريب لو حاجات صناعية مثلا. واخر مرحلة ان انا احط خطة الخاصة بالتدريب، ودي بتمثل الصورة النهائية، ان انا احط خطة للتدريب في شكل جداول زمنية محددة. معايا حضراتكم؟ هل ده بيتم عند حضراتكم في الشركات؟ هل ده بيتم عندكم ولا لا؟ في ناس بتقول ايوه ده بيحصل عندهم في شركاتهم، في ناس معترضة وبتقول لا ما بيحصلش. استاذ اسلام طيب ما بيقول ما فيش خالص، بيحصلش خالص. طيب احنا عامة عشان حتى لو ده ما بيحصلش يا جماعة، احنا بنحاول نصلح اي سلبيات تكون موجودة، نحاول ان احنا نحسنها. ودي فكرة ان احنا ليه بنتعلم عن ادارة الموارد البشرية. الدكتور ياسر بيقول رأي مهم جدا، ان في مديرين بيبصوا للتدريب ان هو بيعوق العمل. للأسف للأسف كلام حضرتك صحيح يا فندم. في بعض ناس بتبص له فعلا هو ممكن يعوق العمل، لكن ابدا عمر ما كان التدريب يعوق العمل، طالما منظم ومخطط جيدا لا يعوق العمل ابدا.
استاذ سامح بيقول طيب ما هو من وقت الشغل والشركه. طب ما هو بس انت حضرتك التدريب ده يا فندم لرفع الكفاءه والاداء. ما هو الفرد لو انت بصيت للتدريب انه هيمثل لك اضافه، وللفرد اللي هيتعلم ده اضافه، ده دي حاجه ضروريه. طيب تعالوا نكمل مع بعض عن تقييم النشاط التدريبي. تقييم النشاط التدريبي، مفهوم تقييم النشاط التدريبي ان انا اتاكد ان خطة التدريب معلش استاذ سامح في مداخلة بيقول ليه يبقى انا ادرب ليه وفي ناس عندها خبرة. بص حضرتك التدريب يا فندم بيبدأ مع الموظف من أول ما بيبتدي يدخل الشغل إلى أن يخرج على سن المعاش. التدريب ده مش حاجة وقتية، لا ده هو حضرتك بيستمر معاه طول فترة حياته الوظيفية، لأن حضرتك لازم تنظر للفرد اللي بيشتغل في أي شركة إنه من حقه انه يتطور ومن حقه انه يترقى، وفي كل مرحلة من حياته الوظيفية هو محتاج ان هو يكتسب خبرة. طب حضرتك بتقول ان انا اجيب موظفين عندهم خبرة. طيب وافرض يا فندم انك انت عندك ناس ممكن تدربهم، ما هو تكلفة انك تجيب موظفين جداد من بره دي برضو تكلفة مش هينة، يعني لازم توضع في الاعتبار، واحنا كنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في المحاضرة السابقة. طب افرض انك انت عاوز تشغل ناس اوريدي موجودين عندك بس هم محتاجين لتدريب. فهي فكرة التدريب هي مش تضييع للوقت ابدا ابدا. التدريب هي تنمية، انت بتعمل تنمية للموارد البشرية. ايه الهدف من تدريب الموارد يا جماعة؟ يا جماعة ده اكبر هدف اللي احنا، يا ريت حضراتكم معلش انتوا لو كنتوا حضرتوا معانا من اول محاضرة، ما هي دي الفكرة اللي احنا عاوزين نغيرها، ان كل فرد في الشركة او في المنظمة بيمثل اضافة، بيمثل خبرة. لازم ندي للناس حقوقها، لازم ندي للناس فرصة ان هم يفكروا معانا، لازم تدي للناس انت عندك طاقات، طاقات كامنة لازم تستفيد بيها. وده اللي بتقوم عليه مدرسة الإدارة الأمريكية والإدارة اليابانية، وان شاء الله ربنا ييسر امور ويكون فيها عندنا محاضرة احكي لحضراتكم فيها عن الفكر الإدارة اليابانية والإدارة الأمريكية ومدى الاهتمام الشديد بالعنصر البشري. طبعا الإدارة اليابانية والإدارة الأمريكية من يعني شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. ده بيقول الموظف في اليابان بيبقى مش عاوز يسيب الشغل ويمشي من كتر ما هو الشغل بيحاول ان هو يوفر له كل ما هو نفسه فيه، بيحاول ان هو يوفره له. وعلشان كده بنبص نلاقي ان كل يوم والتاني في اختراعات جديدة وفي ابتكارات جديدة، والابتكارات والاختراعات دي للأسف للأسف الشديد بنبص نلاقيها كلها صناعات أوروبية يابانية، لكن احنا محتاجين ده. وده هيجي منين؟ من ان احنا ندي للناس الثقة في نفسهم، ونحاول ان احنا ناخد بايديهم ونطورهم وندي لهم الفرصة ان هم يتطوروا. وإلا يبقى ايه لازمة إدارة الموارد البشرية؟ ده دي من اهم الادارات يا جماعة، دي من اهم الادارات يا جماعة. احنا بنتكلم عن الثروة البشرية. تعالوا نكمل مع بعض.
ايه اهداف تقييم التدريب؟ اهداف تقييم التدريب طيب انا اشكر حضراتكم على كل المداخلات بتاعتكم. طب كويس استاذ سامح بيقول انا بصراحة في الشركة موفر كل حاجة راحة الموظفين. والله ده شيء تمام وهذا ما نتمناه. طيب تعالوا نكمل يا جماعة واشكركم على كل المداخلات الجميلة اللي حضراتكم بتكتبوها، اشكركم جدا. تعالوا نكمل مع بعض. ايه اهداف تقييم التدريب يا جماعة؟ اهداف تقييم التدريب هو التأكد من نجاح البرامج التدريبية في انها حققت اهدافها، وما هياش مجرد اقراء شكلي. التأكد من مدى تطبيق المتدربين للي اتعلموه في التدريب بعد عودتهم للشغل. بالظبط كده، التطبيق بعد ما يرجعوا شغلهم، هل طبقوا ده ولا لا؟ فده اهداف تقييم التدريب. من اهداف تقييم التدريب ايضا التأكد ان المتدربين ما زال عندهم حماس لان هم يطبقوا اللي اتدربوا عليه. من اهداف تقييم التدريب التأكد من كفاءة المدربين من حيث تخصصهم وخبرتهم وقدرتهم على التدريب. طب ايه ابعاد عملية التقييم ديت؟ ده انا بقيم الانطباعات، مدى تقبل الدارسين للبرنامج التدريب اللي حضروه. ده انا بقيم التعلم، يا ترى المتدرب حصل فعلا من خلال البرنامج التدريبي ده على المهارة اللازمة ولا لا. من ابعاد عملية التقييم قياس الاداء الفعلي للفرد قبل وبعد البرنامج التدريبي. اقيس اداؤه قبل ما ياخد برنامج تدريبي وبعد ما ياخد البرنامج التدريبي. لو ما عملتش كده يبقى انا ما عرفتش استفيد بالتدريب اللي الشركات بتنفق عليه كتير. فلازم يكون في تقييم قبل وبعد التدريب. فبالتالي هقدر اتعرف مدى ارتفاع الانتاجية، ومدى ايه اللي حصل في انخفاض التكلفة وانخفاض معدل الدوران العمالة ونقص الشكاوي وارتفاع الروح المعنوية. لو ده حصل يبقى التدريب حقق فعلا نجاح. لو ده حصل يبقى فعلا التدريب حقق نجاح. لو لقيت فيه ارتفاع في الانتاجية، تكلفة بتقل، انخفاض معدل الدوران وناس ما بقتش بتمشي كتير من الشركة، نقص في معدل الشكاوي، ارتفاع الروح المعنوية، يبقى التدريب نجح. طب امال ايه مشكلات ان انا تقييم التدريب؟ المشكلات بتاعتها لو انا ما حددتش الاحتياجات التدريبية مظبوط. يعني لو انت مجرد بتحط كورسات تدريبية وخلاص بدون دراسة علمية ده غلط. لازم يكون في تحديد دقيق للاحتياجات التدريبية. من مشكلات تقييم التدريب الخوف من عملية التقييم نفسها، لان في ناس بتبص لها ان هي عملية تصيد الاخطاء وده غلط. من مشكلات تقييم التدريب عدم الاقتناع باهمية تقييم التدريب نفسه. في ناس مش مقتنعة، يعني عملية تقييم التدريب لا ده في غاية الاهمية. حتى لو كنت بتبص لها ان هي بتستنزف كثير من الوقت او الجهد، لكن ده في غاية الاهمية يا جماعة. من مشكلات تقييم التدريب ان ممكن المتدرب يحصل على درجات عالية جدا اثناء التدريب، ولكن تفاجأ ان هو لما بيجي التنفيذ الفعلي ما عملش كده. فدي ممكن تكون من المشكلات في تقييم التدريب. عشان كده لازم اقيم قبل وبعد التدريب. برضو من المشكلات اللي بتظهر في تقييم التدريب الفروق الفردية ما بين العاملين، درجة الطموح، درجة الذكاء، قد ايه الدوافع اللي عند كل فرد في ان هو يطور من نفسه ويطور من شغله، ولازم انا اساعده